بغيتي يوميا تدخل بحال هاد المبالغ او اكثر من الانترنت، بقى معايا وانا غنوريك الطريقه. دنا الاخوان، هذه هي المنصه اللي ما بغاكمش تعرفوها. هاد المنصه الاخوان يمكن لك تربح منها مبالغ خياليه كما كتلاحظوا. هذه الارباح ديالي من المنصه كما كتلاحظوا في الرصيد عندي ازيد من 20 مليون مغربيه. ولا بغيتي تسجل في هاد المنصه هذه كمل معايا الفيديو حتى الاخر وانا غنوريك الطريقه الصحيحه ديال التسجيل، وكذلك غنوريك كيفاش تستافد من واحد البونيس ديال 200% اللي كيوصل حتى ل 1300 درهم مغربيه. فكما كتلاحظوا عندي ازيد من 20 مليون مغربيه. عقلوا على هاد المبلغ الاخوان، وانا دابا غنسحب قدامكم واحد المبلغ وغيوصلني في الحساب البنكي ديالي، وغتشوفوا كل شيء يعني بالتاريخ وبالساعه. اذا كما كتلاحظوا كاين جميع البنوك المغربيه، حتى كاش بلس كاينه الاخوان اللي ما عندوش حساب بنكي. انا غنسحب البينانس، غنسحب واحد المبلغ بسيط يعني غير باش نوريكم اثبات السحب وصافي. غنسحب شي 300 ولا 400، غنسحب 420 درهم باش توصلني 40 دولار لان البينانس بالدولار. كندخل الايدي رقم الحساب البينانس كما كتلاحظوا، تم انشاء الطلب بنجاح، وهذا التاريخ حداكم الاخوان 15/10/2024 مع 12:17 دقيقه. دابا الاخوان مشيو البينانس، غنتسنى واحد 5 دقائق على ما يوصلنا السحب. كما كتلاحظوا هذه هي المبالغ اللي كنسحب. شوف اللهم بارك الاخوان، مجموعه من الارباح كما كتلاحظوا اللي بالخانه الصفراء، هذه كتعني طلب لسحب الاموال. ولما كيوصلوك الفلوس كيعطيوك ديك الخانه الزرق اكتمال التحويل الالكتروني، يعني راه وصلوك الفلوس للكونط ديالك. انا دابا باقي ما وصلونيش، ولكن راه غيوصلوا دابا اخوتي. دابا غطلع واحد النوتيفيكاسيون ديال البينانس تبين بانهم وصلوا، غنعاودو نخرجو نعاودو ندخلو وغنشوف، لان السحب كيوصل في الحين الخوت. غنعاودو ندخلو عاوتاني للمنصه مره اخرى. كما كتلاحظوا هي اكتمل التحويل الالكتروني بلا واحد النوتيفيكاسيون وصلتنا الفوق ديال البينانس. باش نتاكدوا بلي ديك الفلوس راه وصلت غندخلوا للبينانس. كما كتشوفوها هي يو ريسيفد ترانسفير، كما كتشوفوا ترانسفير اوف 40 دولار فاصلة 39 سنتيم 15/10/2024 مع 10:26 دقيقه. دابا الخوت غندخلوا للبينانس باش نتاكدوا واش فعلا هذا المبلغ وصل ولا لا. كما كتشوفوا النوتيفيكاسيون حداكم، يلا وصلت دابا 2 دقائق. دابا غنمشيو غنتوجهوا للحساب ديال البينانس باش نشوفوا هاد الفلوس واش وصلوا. كليكيو على البينانس كما كتلاحظوا الاخوان، هذا هو الحساب ديال البينانس. انا مخبع المبلغ لان يعني باش غنعرفو غنمشيو للمعاملات ونشوفو اخر مبلغ وصلنا، تما غنعرفو شحال هذا المبلغ هذا اللي وصل وفوقاش وصل. كما كتلاحظوا ها هي 40 دولار وصلات بتاريخ 15/10/2024 مع 11:26 دقيقه. يعني كما كتشوفوا الاخوان راه كلشي قدامكم، وهذه المبالغ اللي كنسحب يعني مجموعه من المبالغ. يعني انا كنسحب غير المصروف، ما كنبغيش نسحب كلشي، كنخلي اللي بقى كنخدم به كنسحب المصروف، لان كل ما كان عندك راس المال كبير في المنصه كل ما الارباح كتزاد. بالنسبه اللي بغى يتسجل في هذه المنصه هذه ما عليه غير يدخل البروفيل الفيسبوك ديالي كما كتشوفوا هذا اللين ديال جروب تيليجرام. لما كتكليكي على هذا اللين هذا كيدخلك الجروب تيليجرام، كتكليكي على اللين اللي كيشير ليه السهم. لما كتكليكي عليه كتطلع لك الموقع ديال لينبيت باش تعمر المعلومات الشخصيه ديالك، وانا غنوريك الطريقه كيفاش تعمر المعلومات الشخصيه ديالك باش كيكون الحساب ديالك موثق يعني فيريفي. كتكليكي على التسجيل كامل، لما كتكليكي على التسجيل كامل كتظهر لك هذه الواجهه هذه باش تعمر المعلومات الشخصيه ديالك. كتعمر الاسم الاول ديالك والاسم العائلي، البلد، الدوله، المدينه، العمله الا كنت تخدم بالبنوك المغربيه من الاحسن تختار عمله الدرهم، ثم الايميل ورقم الهاتف ومود باس يعني كلمه المرور، وكتعاود كلمه المرور مره اخرى. واهم حاجه الاخوان باش تستافد من البونيس هي انك تدخل الكود برومو اللي كيبان لكم في الشاشه اللي هو دبل في بوني. هاد كود برومو الاخوان كيعطيك واحد البونيس ديال 200% اللي كيوصل حتى 1300 درهم مغربيه، وفيه امتيازات اخرى كتعطيها لك الشركه، يعني بزاف ديال لي بونيس. في نفس الوقت الحساب ديالك كيكون موثق ومامن، وحتى الا وقع لك شي مشكل في الحساب فراك كتستافد من الدعم ديال الشركه كما كتلاحظوا هذه البنوك المغربيه ومجموعه من البنوك الاخرى مثل كاش بلس والعملات الرقميه والعديد من البنوك الاخرى. اذا الاخوان بالنسبه للدراري اللي بغاو يستافدوا يعني من احسن طريقه ديال الربح، ما عليكم غير تدخلوا الجروب تيليجرام اللي كاين تحت الصوره ديال البروفيل ديال فيسبوك ولا انستغرام. كنتمنى لكم التوفيق، الا كان شي تساؤل خليوه لي في اول تعليق راه كنجاوب الجميع. مع السلامه. ايوا خويا، واش دابا الشعار ديالنا؟ الشعار ديالنا هي كنخدمو شويه وكنعيشو بزاف.